مرحبا أعزائي متابعي قناة بلين بعيون عربية. الفيديو مات اليوم هو كيفية تغيير الأصوات في سناب شات. الطريقة جدا سهلة، تابعوني للأخير. قبل ما أبدي أتمنى من كل شخص يدخل يدعمني باشتراك ولايك ويفعل الجرس حتى يوصله كل جديد من عندي. الطريقة جدا سهلة، أنه تغير الصوت مالتك إلى عدة أصوات، صوت رجل آلي، صوت بعض الحيوانات موجودة، أو تكتم الصوت. فممكن كثير يعرفوها ممكن ما يعرفوها، فخلي أشوفكم الطريقة حتى تغير الأصوات اللي أنت تسجل بها في تطبيق سناب شات. راح ندخل على السناب، راح ناخذ فيديو قصير، هاي المكان اللي أسكن بيها دائما تشوفوها، وأنا أتكلم الآن. خلي أتكلم حتى تشاهدون التغيير اللي راح يصير. فهنا هذا تشاهدون القطار الشارع هذا يسموه، والربيع والورود بدأت تظهر، وهذا التصوير بالآيفون 13 برو ماكس. هسه توقفنا، هسه تشاهدون بالأسفل هنا هاي المكان في الصوت، نكبس عليه كبسة قوية راح يظهر عندي هذول الصوت، راح تغيره راح يظهر عندك شيء جديد. فمثلا هنا الشارع هذا يسموه، والربيع والورود بدأت تظهر، وهذا التصوير بالآيفون 13 برو ماكس. اللي أسكن بيها دائما تشوفوها، راح نغير إلى الصوت. أتكلم خلي أتكلم حتى تشاهدون التغيير اللي راح يصير. هنا هذا تشاهدون، راح نغير إلى الثاني. قطار الشارع هذا يسموه، والربيع والورود بدأت تظهر، راح نغير إلى الرجل الآلي آيفون 13 برو ماكس، وراح نغير إلى هاي المكان اللي أسكن بيها رجل الفضاء. طبعا كل ما تغير هنا راح تتغير الايكون، وانا اتكلم وراها تقدر ترسلها. خلي اتكلم حتى تشاهدون التغيير اللي راح يصير. فهنا هذا تشاهدون قطار الشارع هذا يسموه، والربيع والورود بدأت تظهر، وهذا التصوير بالايفون 13 برو ماكس. هاي المكان اللي اسكن بيها دائما تشوفوها، فاني الغيها. واني مثل ما شاهدتوا تقدر تغير، فقط ترسلها راح تنرسل. طبعا أنا غير مسؤول عن سوء الاستخدام، أنا فقط جهة تعليمية وهذا كل شيء. أتمنى بنهاية الفيديو استفاديتوا، لا تنسون دعمي باشتراك ولايك وتفعلون الجرس حتى يوصلكم كل جديد من عندي. سألني كثير على هاتف الآيفون 7 ما يفتح شاشة سوداء، وجدت الحل، جربته عندي إلى الآن، الهاتف شغال والشاشة إن شاء الله اشتغلت فتحت. فان شاء الله انزله بالليل وكل شيء اجربه علي بعدين انشره ان شاء الله خير. اتمنى تستفادون من الفيديوهات، اعطوني مشاهده الفيديوهات السابقه، وشكرا للجميع. مع الف